Tournez à droite, puis tournez à gauche. وصلنا لبلاصة فين غيدير المغرب لونطريمون دابا شوية كما كتشوفون. حنا في البلاصة ديال التدريب ديال المنتخب المغربي. تسالات ديك الوقيته ديال لونطريمون ديال التصوير. غنمشيو بحالنا واحد المفاجاه في الكار ديال المنتخب. معايا واحد صاحبي كبير تبارك الله عليه صحفي ديال بي ان سبور اللي جا من المغرب باش يدير تغطيه خاصه للمنتخب المغربي. خليكم يقول لكم شي كلمه خاصه. اكيد احنا كاملين فرحانين بالفوز ديال المنتخب المغربي بالامس. كان فوز مهم ان شاء الله. الجمهور غيكون اكثر في المباريات القادمه لانه النتيجه مهمه ولان المنتخب المغربي هنا بحاجه للجمهور ديالو المغربي سواء المقيم هنا في مصر او الجمهور المغربي اللي جاي من المغرب. وان شاء الله احنا مامنين بهذا المنتخب وغنمشي بعيد لابعد نقطه في هذه البطوله. وكاين احساس يعني عند المغاربه ان بغض النظر عن الاداء فالمنتخب المغربي يعني بامكانه وعنده هذيك التجربه ديال المباريات الكبيره وامام كوت ديفوار غادي ياكد الاتصال الاول اللي كان امامنا. التدريبات ديال المنتخب المغربي المباراه جايه بحالنا نرتاح واحد شويه صراحه على يدي البارح واليوم راه بزاف باش نخصو واحد شويه دو. Prendre à droite sur El Nasser Road. الحمد لله وصلنا للوطيل. استنى واحد شويه الفلوغ اللي غيكون شو لا تجيت. السلام عليكم كاملين. مرحبا بكم في يوم جديد يوم اخر من بعد فوز المغرب. كانت بعد ليه حصه تدريبيه للمنتخب المغربي اللي درت معهم كما شفتوا يعني الفيديوهات اللي دازوا اللقطات اللي دازوا الاولى اللقطات الاولى اللي دازوا ديال الحصه التدريبيه الاولى من بعد فوز المغرب. واليوم غتكون واحد حصه تدريبيه اخرى للمنتخب المغربي اللي غنشارك معكم يعني الذهب ديالي الحصه التدريبيه ديال المنتخب ان شاء الله. فخليكم معنا.
شكرا. مازال المنتخب المغربي كيستعد بزاف التدريبات ديالو. حراس المنتخب المغربي تالا لونطريمون ديال المنتخب المغربي، دابا راجعين للوطيل. كما شفتوا يعني كان داكشي بالسرعه، يعني ما قدرتش نهضر فيه بزاف حيت كنت كنصور خاصه الخدمه. الوغ شفتوا المنتخب التدريبات ديالو، دابا راجعين للوطيل نرتاحوا شويه. نخليكم مع هاد الصور هادو في الطريق وحنا راجعين. كنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم هذا الفيديو هذا اللي خصتو غير ديال التدريب المنتخب قبل الماتش ديال كوت ديفوار. كنشكركم بزاف، ما تنساوش تابوناو في لاشين وتخليو كومونتير. شكرا، على السلامه.